أم حذيفة تسأل وتقول: هل يجوز صيام الحي للميت فيصوم وينوي الصيام للميت؟ جزاكم الله خيرا. إن كان صيام نذر نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، لأن صوم النذر دين في ذمة الناذر فيؤدى عنه. أما إن كان صيام رمضان صيام وجب بأصل الشرع فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يصام عنه أو لا؟ وإذا صام عنه من باب الاحتياط فحسن. نعم.